تالي خبر إطلاق مصر التعداد الاقتصادي الخامس، وللمتابعة ينضم إلينا مراسل الغد أحمد مصطفى. أحمد، بداية، أهم ما جاء في المؤتمر وما هي أهدافه؟ نعم، منذ قليل انطلقت تدشين أو مرحلة البدء في التعداد الاقتصادي الخامس. هذا التعداد الذي يأتي في المرة الخامسة بعد أن كان هناك أربع تعدادات سابقة، آخرها كان في عام 2013، ويجرى هذا التعداد كل خمسة أعوام. هذا العام الجديد في هذا التعداد أنه سيكون إلكترونيا، وبالتالي هذه الميزة الإضافية تعطيه إضافة جديدة أنه سيكون أسرع في إنجاز المهام المطلوبة منه من خلال 1200 باحث ومشرف على هذا التعداد الذين سيجوبون المحافظات المصرية ومختلف المحافظات المصرية للتعرف عن قرب عن أوضاع ما يقرب من 470 ألف منشأة صناعية أو شركة وغيرها من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو حتى المشروعات متناهية الصغر، وبالتالي التعرف عن قرب أيضا على ما يمكن أن تسهم به هذه الشركات من خلال توفير فرص عمل، وهذا أيضا يتم التعرف على أرباح هذه الشركات أو خسائرها أو إيراداتها خلال الأعوام السابقة، وبالتالي يتم التعرف على الاقتصاد غير الرسمي المصري، حيث هناك العديد من التقديرات التي تشير إلى أرقام مختلفة عن حجم ما يسهم به الاقتصاد غير الرسمي في الناتج المحلي المصري. في بعض المؤشرات تشير إلى أن النسبة تصل إلى 40%، لكن بعد هذا التعداد ستكون هناك نسبة مدققة ومحققة بعد هذا التعداد. من المقرر أيضا من خلال هذا التعداد أن يتم بعد ذلك إعلان نتائجه في أكتوبر من العام 2019 في مؤتمر صحفي سيعقد برعاية أيضا وزارة التخطيط الإداري والإصلاح الإداري، وأيضا بمشاركة الجهاز التعبئة والإحصاء العامة، في كما عقد اليوم مؤتمر التدشين، ويتم التعرف عن قرب عن ما وصلت إلي هذه النتائج من نتائج خلال جولة عملية التي ستستغرق 6 أشهر بحسب ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي اليوم. نعم أحمد مصطفى مراسل الغد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.